Mama, mit dem Ding in der Tasche sind die Gerber also صباح الخير عليكم. اليوم فلوق جديد ان شاء الله، وهذا الفلوق هذا غادي يكون فقط باش ايش بنحدو اللي كتواجد في النواحي ديال وارزازات. نخليكم مع السينماتيك. على بركة الله، حنا دابا يلا طالعين القصبة، غنمشيو نكتشفو هاد القصبة شنو فيها، تعودو عليها زوينة غنمشيو نكتشفوها، حنا غادي طالعين دابا، نمشيو نشوفو شنو كاين، ونوريكم حتى نتوما، باش تجيو ليها، كنشجعكم باش تجيو حتى نتوما، الله يعاونكم، هاد واحد الناس كيدبحو في واحد الخروف، قلت ليهم الله يعاونكم. صراحة واحد السينماتيك عجبني هنايا، أنا غادي نصورو ليكم. يلا سولت واحد السيد دابا، سولتو قلت ليه واش هنايا ساكنين الناس في هاد البلايص هادو، قال لي تحولوا ما بقاوش ساكنين هنايا، يعني هاد البلايص هادو رجعوهم دي زوبيرج. هاد البلايص هادو واعرين بزاف، غادي نخليكم مع هذا المنظر. علينا كنكتشفوا كنشوفوا شنو كاين هنايا. صراحه فكرتني هذه البلاصه هذه باصيله، باب مراكش هي بحال هكا، ما بقاوش وقال الناس ساكنين هنا، ياك كاين غير لي زوطيل كاين السكان هنا، مازال كيتواجدوا هنا. لقيت الاسيويين بزاف هنايا كما كتشوفوا، هادو قال من كوريا ولا معاش من الشينوا. صراحه هاد ايش بنحدو زوينه بزاف، شوفوا هنا الزرابي وداكشي التقليدي زوين بزاف. كنلقاهم دابا هما كيدورو كثر من المغاربة عندنا هنايا، هذا هو المشكل، هو أن المغاربة بحال ما خايدينش راحتهم حتى هما هنايا، بحال ما كيقدروش هما يجيو هنايا، ولا ما عرفتش كيفاش البلان. هما كيبحثو وكيقلبو كيضربو مسافات طويلة باش يجيو يكتشفو هاد البلايص. نخليكم مع واحد المنظر واعر بزاف. حنا غادي نمشيو نطلعو الفوق حيت دابا هنايا من وصلنا هاد البلاصة لقينا راسنا غادي نهابطين، حنا غادي نرجعو من نفس الطريق اللي دزنا منها وغنشوفو شي طلعة لا نقدرو نطلعو منها. صراحة الناس ديال هاد البلاصة ناس طيبين، كيعاونوك كيخليوك تصور ليهم هاد البلايص، كيرحبو بيك صراحة بارك الله فيهم، تا هما لا جاو لكازا مرحبا بيهم. حنا دابا طلعنا الفوق غادي نصور لكم واحد المنظر آخر من الفوق.
هادو الاماكن تخشينا فواحد البلاصه خصنا ضروري نحطو دابا. صراحة الناس كما قلت لكم قبيلة والله شاف شكل ظريفين بزاف كيرحبوا بأي واحد. السلام عليكم. نطلعوا دابا من هنايا واقيلا نطلعوا الفوق باشكم تستمتعوا بهادشي اللي كنصور ليكم. حنا غادي نكملوا السير ديالنا على قمة. هاد الطلعة هادي فكرتني في الجبهة، مشينا للجبهة طلعنا واحد الطلعة خطيرة دايرة فحال هادي. شوفوا فين كنا وشوفوا فين ولينا. حنا وصلنا الفوق، غنوريكم دابا قصبة ايش بنحدو من الفوق. دابا طلعنا ديك القمة الأولى صورنا منها تماك اللي كتشوفوها لي ليه لي خليتها ورايا. حنا دابا غادي نطلعو لبلاصة أخرى. علاش المغاربة ميجيوش هما هنايا؟ يجيو يتمتعو بداك الشي اللي كاين في البلاد ديالهم، الشي راه كاين في المغرب ماشي أوروبا ولا شي بلاصة أخرى. كاين ترونسبور كاين كلشي. واحد الحوايج هنايا ديال الحجر ما فهمتهمش، انا نصورهم ليكم ما عرفتهمش الصراحه، ما عرفتهمش هادو شنو هما اش دايرينو فحال هكا. انا نوريهم ليكم كي دايرين. كما كتشوفوا هاد الحجر هذا هنايا ما عرفتش علاش دايرين لهم فحال هكا، حاطين حجره فوق حجره. واش هادشي مقادينهم المغاربه ولا مقادينهم الاجانب؟ والله ما عرفتش كيفاش. شنو هاد شنو هادشي؟ واش هادو شي خرافات جداد ولا شي حاجه جديده واقيلا هادي؟ والله ما عرفت صراحه. انا لقيت هاد الحجر هادو، هما لقيتهم الفوق كاينين الاخرين لتحت وهادو الفوق. صراحه ما تفهموش ليا هادو، ما فهمتهمش، ما فهمتش اش دايرين لهم فحال هكا. واش هذا هو اللي كيتلون؟ لا كتقرا مزيان. حنا من كنا هابطين لقينا دار الحاجة، دار الحاجة بدربنا كتكون حدانا الحاجة. صراحة البلاصة دي زوينة بزاف، خليكم مع دار الحاجة تشوفوها كي داير. جينا حدا واحد القصبة سميتها قصبة ايتش وغرام. شو هاد القصبة هادي كيدايرة؟ منظر زوين بحالا كنتمشاو في باب مراكش. دابا هاكازا صافي. الوان الوان بلاصة كاملة الوان. السلام عليكم، الله يعاونكم. بلاصة زوينة عاوتاني لي مشفناهاش من الجهة الأخرى، حنا يلاه غادي نكتشفوها باشكم تمتعو معايا في هذا الفلوق هذا، تفرجوا فيه كامل إن شاء الله. بلاصة زوينة تا هي صراحة، قاع البلايص زوينين. قناوة ديال الصويرة تحولوا هنايا، كنسمع الصوت ديال القنبري. حنا قراب نودو عيش بنحدو، ما بقى لينا والو، غادي نساليو هذا الفلوق هذا. الفلوق ديال اليوم سالا، وما تنساوش ديروا ابوني وجيم وبارطاجي. الله يعاونكم.